الأم والبنت أرضعت الأم ثلاثة أولاد لبنتها وأرضعت البنت ثلاثة أولاد لأمها وهم إخوتها، إلى جانب أن الأم أرضعت أخوها الصغير مع أحد أولادها الكبار، فهل يجوز لبنات البنت أن يتكشفوا ويصافحوا أولاد خالهم؟ القاعدة أن من رضع أو خال أمهم الذي أرضعته جدتهم وأولاد، القاعدة أن من رضع من امرأة خمس رضعات في الحولين أنه يكون ابنا لها وأخا لأولادها وعما لأولاد أولادها مهما تناسلوا، وللبنات كن عم إذا ثبت الرضاع وكان في الحولين. نعم.